منتدى الشارقة للاتصال الحكومي من المنتديات التي اكتسبت قيمة وزخم عبر السنوات الماضية. الحقيقة أهمية المنتدى ده مش بس في رسالته وصدقه وتنظيمه والرسالة الصادقة اللي وراه، إنما كمان فعالياته، جوائزه، الشخصيات الموجودة، كل دي تفاصيل بتخليه في وضع مهم جدا. سعدت للغاية هذا العام إن أنا شاركت في المنتدى ده، وكنا سعداء جدا إنه برنامجنا حصل على أفضل برنامج في العالم العربي. كان شيء مشرف وفخورين بيه جدا، كنا فخورين بيه جدا. وأهم ما في أو بالنسبة لي تلك العبارة التي قيلت علنا، إنه الجائزة دي بإجماع لجنة التحكيم، ده كان شيء بيعني لنا الكثير. الحقيقة بخلاف الجائزة المقدرة جدا والغالية لكل فريق البرنامج ولكل صناع وكل اللي واقفين ورا البرنامج، كان تلك الأضواء المشرقة في المنتدى، شخصيات، ورش عمل، أفكار جديدة بتطرح، إحنا بنشوف ناس جديدة وأفكار جديدة، حتى أصدقائنا القدامى أو معارفنا اللي من مصر لما بنشوفهم هناك بيكون في مذاق خاص. ذلك المنتدى كان لحظات صادقة جدا من الشارقة. أفضل برنامج إعلامي في الوطن العربي، وجاء اختيار هذا البرنامج بإجماع لجنة التحكيم كاملة. برنامج معكم منى الشاذلي. هذا البرنامج الاستثنائي القريب من القلب المتجدد بروح مقدمته الأستاذة منى الشاذلي، وكبير بتجارب ضيوفه من مبدعين وإعلاميين وفنانين وشخصيات قدموا خلال مسيرتهم الفن والفكر والأدب والموسيقى وكل ما هو جميل. شكرا جزيلا، شكرا وعسان، شكرا للجنة التحكيم، شكرا للمنتدى، شكر وامتنان. ولكن صدقا الأهم، صدقا أهم ما في هذا المنتدى هو الصدق النابع فيه وفي كل تفصيلة له. صحيح انضباط ودقة، ولكن ود وحفاوة، محاولة دائمة للتجديد والابتكار ولتواصل الناس بأشكال مختلفة. شكرا لشباب الشارقة، شكرا لكل من التقيناهم بكل الكرم والحفاوة والرقة.